هذا فريد يوم واحد يسموه على رجب. الحادثة ترى مو بعيدة، يعني من 50-60 عام، يعني مو هواي. هذه علي رجب رجل خياط، يخيط صاية، يخيط جبة، يعني خياط مع مامنا. علي رجب يقولون عنه فريد يوم من الأيام صارت عنده نية أن يترك العمل، يعني صار توجه إلى الله تبارك وتعالى، بنى له صومعة وصار يتعبد وما ينزل إلا بوقت الحاجة. من نزل بوقت الحاجة يوم من الأيام يتعبد، كل هم يريد يشوف الإمام الثاني عشر. يقول علي رجب يوم من الأيام نزلت طبيت بسوق الصفارين، يقول اجيت امشي بسوق الصفارين شفت لي مرة بيدها جدر صفر، تصيح من يشري هذا جدر؟ اريده ب6 تومانات. هو بطهران الحادثة، الصفارين يطوها 5 تومان. قالت لهم يا با والله أنا أريده ب6 لأنه عندي علاج ب6 تومانات ولازم أشريه، وإلا جدري ومحتاجته. المهم علي رجب يقول ما أطوها بس 5. إجت إلى رجل صفار شيبة كبير السن، قالت له أبيعه ما تشري ب6 تومان؟ قال بابا ما أشري إلا أوزنه. والله خلكيس نفسنا على علي رجب، بينا مثل احنا ذولا 5 أفار قاعدين من جعفر وانت ماشي. يقول قالها بابا الا اوزنه. اخذ الرجل يقول انا منتبه لها الحادثة، اخذ الرجل وزنه رجع لها قالها بنتي هذا قدرج قيمته 22 تومان بس انا اشري ب21 حتى اربح ب2 تومان. قالت له تضحك علي؟ قال لا والله. قالت له ابوي ب6 ما اعطوني. قال لا انا اعطيك 21. قيمته 21، شو عليه بيهم دول حرامية؟ فضلي هذا 21 تومان. يقول علي رجب اجيت للرجل قلت له حجي ترى هذا شو يسموه دين، يعني ما تريد يقول لك انا بايعه ب6 تعطيها 21 ليش؟ التفت علي قال لي علي رجب، انا ما اعرفه، قال لي علي رجب بهاي النفس الخسيسة تريد تشوف الإمام؟ يقول التفت لي قال لي علي رجب بهاي النفس الخسيسة تريد تشوف الإمام؟ لوين باني لك صومعة وتصلي؟ إذا المسألة مو صلاة مو صيام مو يختم القرآن يومية، هاي النفس كون تطهر، هاي النفس كون تنضف، كون يحب لأخيه ما يحب. وين هذا اللي يحب الأخو مثل ما يحب النفس؟ قلت له هسه؟ قال لي ترتب وضعك، زكي نفسك، ما لك شغل بهاي الصومعه، الامام ما يجي لذني. يقول بقيت فتره مواظب مع هذا الرجل، عرفت عنده شيء. يوم من الايام انا قاعد يمه اجا واحد سولف وياه، بس من سولف ويا ذاك الرجل انا ما حسيت عندي قوى، بعد قواي ماتت على الكرسي لحد ما كمل حديثه منه وراح انصرف. قلت له اقول لك منو هذا؟ انا صار عندي داخلني فد شيء يعني بحيث فقدت قواي. قال لي هذا اللي تبحث عنه ورايح بالي لك صومعه وتصلي وتريد تشوفه. هذا اجى يبلغك وصل لك رساله يقول قل لعلي رجب كونوا كما نريد نحن نزوركم الى بيوتكم.